الموز ده ريحته حلوة. أنا كمان بحب الموز. ماما كانت دايما بتجيب لي موز. قعدت 3 أيام، 3 أيام مش بروح البيت. اه بابا خدني هناك، لا كان ممكن هو بابا بيقول لي انت تمام، المكان ده ما فيه علاج للي زي بجيب لك حاجة غير دول. لا هو بيقول لي انت انت مختلف متخلف. متخلف. أنا مش شايف نفسي كده. هو أنت شايفني إزاي؟ وإيه كمان؟ انت عارفه ان انا اول مره المس بنت؟ لا كنت بتفرج عليها من البلكونه. لا من البلكونه بس. لا انت اول واحد. اه باجي كل اسبوع، بحب اتفرج
على السماء والعصافير. بحس انهم ليهم كده حاجة بيديهم. انا كمان نفسي اطير. بابا جاي يا انا هاجي الحد لو انت فاضية. يعني تعال با اخلصها يا بابا حار. دي واحدة صاحبتي. أيوة أنا عندي صحاب. وعلى فكرة هي قالت لي إن أنا مش متخلف، أنا مختلف. مختلف. ايه انت بس اللي شايف متخلف. انا مختلف. يا سلام. لا سيب ماما في حالها. سيب ماما حالها. انا بقول لك اهو. اوعى تتكلم على ماما.